هيك الليلي بدك شيء قبل ما امشي؟ لا سلامتك تقبرني، بس لا تنسى تجيب لي معك الحباشات تبع الكراوية انت وجاي. حباشات شو؟ لك شو حباشات شو؟ مش على المباركة تبعي، شو نسيان اني عزمت نسوان الحارة؟ لا مو نسيان، والحق معي لازم تحتفلي ويباركوا لك. على شو؟ جايبة 2 توم بنات. شو قصدك فكري افندي؟ ليكون جايبتهم بيت ابي انا جايبتهم لحالي انا توم البنات، بعدين قول الحمد لله جايينك بنات مثل القمر يقبروا قلبي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب بيقبروا قلبك. لازم انت تفرحي وتنبسطي، والله اللي صار لك ما صار لغيرك، صار عندك 5 بنات بعيون الشيطان ما شاء الله. ايه معلش ما شاء الله ويخزي العين، ولا تنسى تجيب القطايف والحلو بطريقه. حاضر لك، لازم تحتفلي ما شاء الله عليكي. لك شو قصدك انت؟ اه شو قصدك؟ لك ما قصدي شيء، بدك شيء بدي اروح على شغلي. لا ما بدي شيء، بس لا تنسى. ها ما راح انسى. السلام عليكم. الله معك. اوف عم يضربك ضرب. قال شو؟ قال بدل حباشات تتعمل مباركة. ليش؟ جايبت لي 2 توم بنات وطايف يقطفوك انت وبناتك لارتاح منكم. انت بدك تجيبي لي الصبي؟ اه انت بدك تجيبي لي الصبي؟ يوه ليش بغون البنات؟ ان شاء الله بيقبروا قلبي البنات ما احلاهم، احلى من مليون صبي. إذا قلنا بكرة يا فكري كم صار حيكون في عندك؟ إذا أنا صار عندي 5 بنات، وإذا ضرتي في ريال ولدت وجابت له إن شاء الله يا ربي جاه النبي توم بنات بصيروا 10، وإذا كمان ضرتي افتكار جابت له بنتين إن شاء الله يا ربي جاه النبي. شوف ريال نيمت الصغيرة؟ ايه نيمت الصغيرة. العمى على هالمصيبة، هي بتخلف ونحن منربي، هذا الناقص والله. العمى؟ لا كنا نخدمها، صرنا نخدمها إلها ولبنات التوم كمان. اه يا فريالة، لك إذا ربي خلق الناس ما قامت. بعدين يلا نحن لبعض ونخل يد باليد. بالله شو قصدك؟ نحن مو ولادين عالم وناس؟ ولا لانه ابوها كان موظف كبير بالحكمداريه. هاي انت قلتيها، مو مثلنا يا حسرتي. ابونا كان يا دوب يطعمينا ويشربنا. لك فريال شغلتين اللي بيعملوا البني ادم بهالايام، المنصب والمال. المال عز يا فريال، عز. اي والله مزبوط يا قدرتي، المال عز. هلك يا باشا معه أموال ما بتاكل النيرة، والهدايا اللي جابها لبنته حكمت بتعادل قيمة الهدايا اللي جابوها كل أهل الحارة. مع أنه أبوه قبل ما يتوظف كان فقير منتوف عايف حاله، ولما استلم المنصب صار صاحب عز وجاه، وصار ما عاد يتحاكى ابنه. لك أنا كبرتي شو مفكرة المنصب قليل؟ لك هدول كيف دون يتحاكوا؟ على طول جيوبهم دليانة. شو استفدنا؟ جيوب مليانة وعقول فاضية. اي والله نحن عنا عقول توزن حارة بحالها، بس يا حسرتي مالنا حظ. بس يلا بلكي ان شاء الله درتي حكمة بتساوي لنا شي مشروع وبنستفيد منه وبتنفتح علينا طاقة الفرج. قولي آمين. هي علينا فريال، خلص اطلعي من هالسيرة. في شغلة مهمة بدي لك اياها. شو هالشغلة المهمة؟ بخصوص بنتك منيرة. شبه منيرة؟ لك شبكي ما بها شي، بس صار لها بالحساب 4 سنين عم تروح على الكتاب وما عم تستفاد شيء. انا قلت لحالي بتجي مع اخواتها تتعلم الخياطه عندي. اه اي والله مانك سهل يا درساني، حبيت الفكره. ولا لحتى اعمل لك اياها معلمه خياطه ما لها اخت بالشام. لك الله يجبر بخاطرك الهي، يا سلام تتعلم منك وبتصير متقنه وبتصير احسن معلمه خياطه. يلا وينكم يا حليم؟ اهلين يا ابن عمي. اهلين فريال خانم. خدي عني خدي عني. يعطيك العافيه. الله يعافيكي، تناولي. ها سلم ايديك يا رب. هاي الاغراض يلي طلبتوهم. انا راجع على الكركون، ايش تعملكم شيء؟ بعت لي ولد من اولاد الجيران يخبرني. ايه الله معك ابن عمي. السلام عليكم يا بنات. وينكم؟ تعوا تعوا. خدي امي خدي. كيف يا عمي؟ يلا بسرعة على المطبخ. يلا بأمرك. يلا بأمرك خالتي.
اهلا وسهلا وصال خانم. اهلا وسهلا. اهلا بآنتك تؤبريني. وصلوا المعازيم؟ ايه ليكون. تفضلي. وكيف قدرتي؟ منيحة خير. أوه. الحمد لله. تفضلي تفضلي. يلا بس افتح الباب. ان شاء الله الف مبروك. الهي الف مبروك يا حلوة الخانم، والحمد لله على عافيتك يا رب. الله يبارك فيك خانم. والله ما في شيء بقيمتك، بس بيقول المثل ارجي عذرك ولا ترجي بخلك. سلموا. وهي 5 دروع قماش خصت نص هدية مني لإلك. اليوم 5 دروع قماش للبنات ويصال خان. هي تسلمي لي مشان تعمل كم تحفاضات للبنات. الحمد لله على سلامتك حكمة خانم. الله ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. ايها هاي الهدايا المحرزه. تجي لي يا اخي. سلم ايديك. ان شاء الله يختم عين. في احلى من البنات. درتي هاي القماشه قماشه تفته هندي، يعني قماشه ثقيله كثير كثير وعلى كيف كيفك. ايه بعرف تقبريني، بعرف انها ثقيله كثير، لكن شو؟ هاي هديه الباشا لإلي. حتى تعرفوا الناس مقامات مو بس بالاصل والنسب والحسب، لا بالخلفه كمان. اي والله يا بنتي يلي معه بيرش سكر على السمنه، ويلي ما معه مثل ام طلعت شو بتساوي بحالها يعني؟ يبليها بقتلها لا تجيبي لي سيرتها. قال جايبت لي 5 تضرع حفاضات وعم تتباهى فيهم قدام النسوان. تشيمي. هلا مو حديثنا. القمايش شو ما نعمل فيه؟ بدك تعملي لي تفصيله لي ولبناتي. ايوه. لك ولبناتك. طيب تكرم. فهمت افتكار. يلا ما في مشكله، ساوي لك شي فستان. بدك تخلي لي اياك يا رب. ما في منك انت. ايه وانا. ساوي لها لفريال، مو خساره فيها. ايه تكرم عينكم. والنقوط اللي جابوا الباشا يا ابن تحسين شي بياخد العقل، ولا الحرير، الحرير الاصلي ولا الحلو؟ لا تقولي لي لا تقولي لي، كل شي مو اطيبه. معلوم حكمة خانم، هذا الباشا يعني مو معقول يجيب حي الله، مو مثل وصال وام طلعت. ام تحسين لا تجيبي لي سيرتهم هدول الاثنين، بنزلزل بدني. ها حكمة خانم، شو سبب زيارة الباشا؟ يو شبكي ام تحسين؟ شو نسيانة انه انا جايبة توم بنات بياخدوا العقل؟ يعني بس بنته كوثر اجت وقامت بالواجب وما قصرت، ومو من عادة الرجال يجوا وينقطوا، هي شغلة النسوان. ام تحسين انت اللي ما بتعرفين انه ابي كان رفيقه لابوه للباشا، والباشا نفس الشيء، وابي له عليهم افضال كثير، فاجى لحتى يرد له جزء صغير من جمايله. ايوه بس هيك حكمة خانم؟ ايه بس هيك ام تحسين. شبكي مستغربة؟ شو نسيانه انه انا حكمة خانم ولا ما بيلبق لي؟ ليكون ما بيلبق لي. لا 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 العفو العفو، مو قصدي هيك يعني. طبوني شلون صغار ان شاء الله بنام. ناح ناح. محتار انا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش، وحدي بتزعل من وحدي ترضى بكلمة معليش، خربوا